أنا سبت مصر أساساً عشانهم، يعني سبت يعني كل واحد ساب والده ووالدته، وهي كمان سابت والدها ووالدتها، سابت الدنيا دي كلها علشان يكون للأبناء مستقبل أحسن. I feel inspired every time I speak about this man. المرة الوحيدة في حياتي اللي ما قدرتش أضبط نفسي على وجه الإطلاق، انهيار. أنا بقول للأباط أنت هنا على قدم المساواة في مواطنة كاملة مع أي شخص مسلم داخل البلد. شبعنا فعلا وحسينا أن العالم ده ولا حاجة بالنسبة لنا. فمن ذلك التاريخ بقى كان التيرنينج بوينت، نقطة التحول يعني. وأنا اسمع يا أخي، المسلم بيروح الجامع والمسيحي يروح الكنيسة. مرة الأسبوع ده واحد بيكلمني بيقول لي عايز أعيش سعيد، إيه التدريب اللي عملته؟ قلت له هقول لك تدريب. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من لقاء في المقر. ضيفنا هذه الليلة أب أسقف. حينما تقابله تلحظ ثلاثة أشياء. الأولى هي الشيخوخة المكرمة زي ما قال سفر الحكمة، باللحية البيضاء الوقورة النازلة على جيب قميصه. الحاجة الثانية ابتسامته الرائعة وأسنانه البيضاء، في كل إنسان يقابله يشعر بالحب وبالقبول. الحاجة الثالثة طولة البال والهدوء الشديد اللي قد يصل إلى حد أنه يعيش حياته لحظة بلحظة ولا يتسرع أبدا، ويستمتع بكل صلاة، يستمتع بكل مقابلة، يستمتع بكل قصة يرويها. ضيفنا الليلة هو نيافة الحبر الجليل الأنبا أشعيا أسقف طهطا وشهينة. 38 سنة في الأسقفية، ولد 1940 بالفيوم، خدم في الفيوم وهذه المحطة الأولى، ثم انتقل إلى الدير، دي المحطة الثانية، ثم من الدير إلى أستراليا بتكليف قداسة البابا شنودة الثالث المتنيح، ومن أستراليا إلى الأسقفية في طهطا وجهينة سنة 1980 رسم أسقف، السنة دي 38 سنة أسقفية، ثم عضو بارز في المجمع المقدس وتنسيق عالي مع قداسة البابا تودروس الثاني أطال الله عمره، رئيس لجنة إخوة الرب والملاجئ في المجمع المقدس، ده غير ان هو عضو في اكتر من 5 لجان اخريات. سيدنا الانبا أشعيا قيمة وقامة، شيخوخة وشباب، ابتسامة وقبول، نشاط ورؤية، حب وتضحية، كل الحاجات الحلوة دي موجودة في سيدنا الانبا أشعيا. نرحب بيك سيدنا. احنا في غاية الفرح ويعني حاسين بالبركة الكبيرة انه نيافتك معانا في المقر في الحلقات الاسبوعية بتاعتنا لقاء في المقر. سيدنا طبعا زي ما يعني قلنا في المقدمة، نيافتك ليك تاريخ طويل وليك يعني مجهود في الكنيسة القبطية، بس خلينا سيدنا نبتدي رحلة أكتر من 70 سنة من غير ما نحدد. يعني البداية كانت في الفيوم، تلك البقعة الهادئة المتميزة في مصر كلها، اللي خرجت فراعنة وقديسين وعبقرة. الفيوم دي واحة في قلب الصحراء، تختلف عن الوادي وتختلف عن، تحب الفيوم قد إيه سيدنا؟ الحقيقة يعني هي الفيوم بيقال ان دخل فيها المسيحية سنة 90 ميلادية. 90؟ وفيها برية اللي هي دير الملاك في مقلون،
كان فيها متوحدين كتيرة، ويعني بيقولوا إن كان فيها حوالي 5000 راهب. وجه زارها القديس الأنبا أنطونيوس، زار الأماكن دي. أنا نشأت في الفيوم، والحقيقة كان في الوقت ده أبونا أنطونيوس أمين الله يناح نفسه كان كاهن كنيسة ماري جرجس. دي كنيسة نيافتك سيدنا؟ آه. بدأ هو يعمل فصول أعداد خدام، وجمع من سني أنا وأكبر مني شوية أو يعني، وعمل فصل أعداد خدام، وأنا فاكره كويس قوي. وكان في مكان كده على ضيق. وبعدين بعد ما خلصنا فصول أعداد خدام وزعنا على القرى، نبتدي بالقرى. يعني نيافتك ابن لمدارس الأحد؟ ابن مدارس الأحد، وطلعت يعني فصل أعداد وخدام، وبعدين طلعني خدمة قرية في العزب، قرية اسمها العزب ودير العزب. دير العزب اللي هو حاليا الموجود دلوقتي يعني. صح. كنت بروح المكان ده والمكان ده يوم الجمعة. في سن كم سنة سيد؟ كان سني طلعت في خدمة قرية وأنا سني 14 سنة. yeah. سنة 54. ودي برضو دي نقطة مهمة جدا، حكاية فصول أعداد الخدام. لازم يبقى في أعداد خدام، ما فيش حاجة اسمها يعني واحد كده نقول آه تعالى اخدم أمسك الفصل ده أعمل كده. وفصول أعداد خدام دي تيجي أصلا من تزكية أباء الاعتراف، وبعدين يتعامل فصل عدد خدام ومنهج. وكان ماسك وابونا أنطوني سمين منهج كامل، وبعدين معرفة أب الاعتراف والمسؤول عن فصول أعداد خدام يبتدي اللي هيخدم يطلع خدمة. وكانت يعني الحقيقة كانت الخدمة في القرية دي كانت المدرسة الأولى، ودي كانت البداية الواحد اتعلم فيها كتير. يعني زي ايه بقى سيد؟ اولا في المدينة احنا بنروح نلاقي الولاد قاعدين وحلوين وكويسين، لكن في القرية لا. في القرية عايز الواحد يروح البيوت ويلف على البيوت، لا احنا مش فاضيين دلوقتي، لا البنت دي، لا احنا بنخبز، احنا بنغسل، لا الواد ده انا هودي الغيط، انا عايزه في الغيط، طب معلش نص ساعة ويبقى يجيلك، وهكذا. وممكن أوي عيالك تجري، فلازم نكون معانا هدايا وحاجات زي كده. فعايزة جلد وعايزة صبر، طولة بال وعايزة صبر برضو وطول بال وبساطة. طبعا، لأن في المدينة أنت بتلاقي الولاد جوه، لكن أنت في القرية لازم تلف عليهم وتجيبهم. وده اللي أنا كنت بعمله. أنا كنت أجي الأول على دير العزب. طبعا كان الأجانب بيجي يزوروا، كلام ده في الخمسينيات، كانوا بيجي يزوروا المكان الأنبا أبراهام. فالولاد برضو هم غلابة، فكانوا يجروا ورا السواح، فأنا كنت ألمهم بالعافية. طبعا كان الإمكانيات الخدمة ما كانتش تقدر توفي احتياجات الناس دي خالص، إمكانيات يعني بسيطة جدا، بسيطة جدا. حتى نفس الصندوق بتاع يدوب كان نجيب الفترة بتاع الجيزة دي، الورق الأسمر ده الكبير ده بالعافية، أو نجيب أو صور فيه. كنت بتوزع صور طبعا، صور حبيب جرجس، صور بتاع مدارس أحد الجيزة. وطبعا وفي الهدايا بقى في الأعياد، لكن كنت لازم أجري ورا الولاد وقول لهم تعالوا، طب تعالوا نص ساعة وامشوا، وهكذا أخلص مدارس أحد في دير العزب، وبعدين أطلع على العزب وأرجع تاني. يا إما يبقى معي عجلة، يا إما نركب جرار، يا إما أوتوبيس أو حاجة زي كده. وكانت التكلفة يعني ممكن 5 ساغ 7 ساغ، ما تزيد قوي تبقى 10 ساغ. لكن سيدنا هل منهم خرج ناس نيافتك بتقابلهم دلوقتي؟ طبعا. يعني عاوزين نشوف نيافتك تعبت وبتحكي لنا مشقة الخدمة في الكرة. ايه بقى النتائج اللي تفرح قلب نيافتك، او الناس اللي شفتهم بقى كهنه؟ طبعا في كهنه ورهبان، وفي كتير يعني راحوا الدير، وفي ناس يعني كانوا يعني رجال
في المجتمع يعني. طلعوا برضو من القرية. طبعا. ويكلموا طلع يفتكروا. طلع من فصل إعداد خدام ده. يعني أنا فاكر يعني يمكن هو أكبر مني بفترة البشمهندس عبده فهم. أيوه. لأنه أصلا فيوم برضو وكان يعني. فعايز أقول. ده أرخن عظيم وأفاد الكنيسة. طبعًا. برضو ده كان مع نيافتك ولا تلميذ عند نيافتك؟ لا ده أكبر مني. أكبر يعني مني. خدم مع نيافتك برضو. يعني كان معانا فصل إعداد خدام. ويطلع بقى ويطلع برضو قرى مكان اللي ماسك الخدمة أبونا أنطوني سمين. فده أثر في, في, في شخصيتي. وبعدين طبعا شوية طبعا في الستينيات بقى دخلت مجموعة من دير السريان راحت الأنبا صمويل ومنها للريان. ومنها للريان كان فيها كان بالفيوم ده كله فيها أبونا مينا المتوحد. هو حاليا متوحد لسه يعيش لحد ده عايش لغاية دلوقتي وفي مغارة يعني. وده برضو ده تاني شخصية أثرت فيها. فكان دايما لما يجي يشوف كان معنا حد برضو أكبر مني يسيب الاحتياجات اللي عايزينها في الريان نجهزها. يعني خدمت رهبان الريان مع إلى جوار عن طريق أبونا مينا. أبونا مينا لأن كان في واحد خدم معنا اسمه أنور يعقوب كان سيدنا برضو كان أبونا بيقول له عايزين الطلبات الفلانية جاهزة القفلة الجاية وهكذا. فبرضو فتوطدت علاقتي بأبونا مينا من الناحية دي. سنه كم سنة دلوقتي سيد؟ لا هو دلوقتي فوق التسعين. فوق التسعين. وما زال عايش في الهوسط. مازال عايش في 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 المغارة. يعني أفهم واحد سنه 90 ده يخدمه حد. لا 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 بيتحرك هو في المغارة وأنا بزور لغاية دلوقتي في المغارة. الله. بزور لغاية دلوقتي في المغارة. مغارة متوحد في الجبل. مغارة متوحد في الجبل. سنه 90 سنة. يخش على 90 يعني يمكن 91 كمان. احكي لنا عن سيدنا زكريا. لا ده شخصية جبارة. كان دايما البابا شنودة يذكره بالخير. يذكره بالخير لأنه من أخواته بس هو رهبانة أكبر من البابا شنودة. من البابا شنودة وأعتقد برضه ما أعرفش في السن يعني. دول الشخصيتين اللي أثروا أبونا أنطونيوس وأبونا مينا. بعد كده أبونا أنطونيوس بعد ما ساب الفيوم وراح كيلوباترا كان عامل ملجأ باسم قديس إفرام ويعني حصل مشكلة فتحلت الجمعية. احنا بعد كده يعني كخدام عملنا جمعية اسمها سجلناها في الشؤون الاجتماعية اسمها شفيع الفيوم وكنت فيها عضو مجلس اللي هو ابو انبا ابراهام اللي هي شفيع الفيوم يعني اصل لما قلنا قديس إفرام قالوا لا دي يعني دينية الاسم لا الاسم ده يعني مش محبب دلوقتي للأم بسبب كان مشكلة حصلت يعني فسمناها جمعية شفيع الفيوم وكنت عضو مجلس إدارة فيها والملجأ كان موجود في حي اسمه الشط جنب كنيسة العذراء وبعدين اتنقل في حتة اسمها بيت عجيبي في وسط البلد وبعدين أبونا أنطونيوس أمين كان شاري أرض في حتة كده أرض زراعية لكن دخلت مباني فابتدينا نبني يعني في الستينيات برضو ملجأ وتعامل دلوقتي حاليا ملجأ للأولاد والبنات يعني يفتك مسكت ملجأ وانت في الفيوم وانا في الفيوم واشتغلت في الملاجئ واشتغلت في الملاجئ وبعدين كان في جمعية ما هو يعني نتيجة مشكلة حصلت ما بين الخدام الجيل اللي قبليه و يعني المطران عدو الخير نتيجة برضو يعني ده مش أنبا إبراهام لا لا أنبا إبراهام المطران الفيوم اللي اتنيح مش أنبا إبراهام لا مش القديس لا مش القديس طبعا اللي بعديه اللي بعديه يعني هو أنبا إبراهام الحالي رقم كام سنة 3 ورقم أنبا إبراهام الثالث لا ما بنقولش يعني يعني إذا اعتبرنا هو قبلي أنبا الأب قبل الأنبا إبراهام أنبا إسحاق أنبا إسحاق وبعدين قبلي أنبا إبراهام برضو وبعدين أنبا إبراهام القديس يعني اللي هو عشان الناس تبقى فاهمة يعني ده برضو مش أنبا إبراهام الحالي الحقيقة كانت الخدمة قايمة على الجمعيات الخيرية لأن كنيسة طبعا نتيجة المشكلة دي وتصرف الخدام ودي نقطة برضو مهمة جدا أن يريت أن الخدام
ما يتدخلوش لا ما بين الكاهن واخوه ولا ما بين الكاهن واسقفه. دخول شخص ثالث ما بين كاهن واخوه او كاهن والاسقف بتاعه او المطران بتاعه ده بيفسد العلاقه. واحنا بعد المسافات احنا دفعنا الثمن. عشان كده كانت الفيوم, وانا قلت الكلام ده في جنازه ابونا القمص ميخائيل استراس وكيل عام المطرانيه, الخدمه ما بقتش في الكنيسه, ما بقتش في الكنيسه, بقت في الجمعيات. وعشان كده انا كنت عضو مجلس اداره جمعيه شفاء الفيوم وسكرتير جمعيه اسمها جمعيه الوعظ. كنا ده معنيه بالملجا ودي معنيه بالفقرة. الله. والخدمه خدمه التربيه الكنسيه, فكانت الخدمه بره الكنيسه خالص. احنا دفعنا الثمن دخول اضطريتوا تخرجوا بره الكنيسه. ما هو ما فيش, ما هو نفس المطران طبعا خد موقف, خد موقف, كان له حق طبعا. يعني ناس تطاولت عليه, ناس تطاولت عليه يعني يعني بطريقه لا تليق. عشان كده الخدمه كانت انبا برام كان بينتدب كهنه من القرى يجي يصلوا في المدينه, واس يا دوب يصلوا ويمشوا, ما بقاش في كهنه في المدينه. لا خلاص ما فيش, يا دوب هو ابتدى يرسم انبا برام, يرسم ابونا ميخائيل استراس على ما اذكر سنه 61, وبعديها ابونا يوحنا اسكندر. ابونا يوحنا اسكندر بتاع مرجرجس؟ لا لا لا, يوحنا اسكندر هو تنيح حد هو فيومي اصلا. فالمهم يعني طبعا الخدمه يعني الاجيال بتاعتنا دفعت الثمن, وقعدنا فتره طويله الخدمه تدار عن طريق الجمعيات الخيريه. ولذلك في الوقت ده كان في اكتر من 13 جمعيه خيريه. احنا نعدي الفتره دي, طبعا الفتره دي كانت مؤلمه. انا حاسس انه كل ما بتبقى ظروف الخدمه اصعب كل ما علاقه طبعاً الخادم طبعاً بربنا طبعاً. انا كده اتخيل نيافتك في وسط جو معسر وفي ظل جو فيه تنشد, يعني تنشد في توتر, في توتر. ومع هذا احكي لنا ازاي نيافتك ركزت كنا بنخدم في حبك لربنا وحبك للاطفال كنا وحبك للفقراء. كنا بنخدم, وبعدين انا حتى وصلت يعني مسكت بعد كده امانه الخدمه التربيه الكنسيه عموما للفيوم كلها, للفيوم مع الاشرافي على الملجا وعضو يعني مجلس اداره. عضو مجلس اداره لا اشراف, احنا مش اعضاء مجلس اداره شرف, لا خدام. يعني هو الحقيقه مجلس الاداره جمعيه شفاء الفيوم من الخدام. الكلام ده بقى كنت نيافتك خدت شهاده بقى؟ طبعا كنت اتخرجت بقى واشتغلت وقعدت في الفيوم برضو, واشتغلت في الفيوم. فدي خلتني يعني انا عارف البلد وشغلي في البلد وعلاقتي برضو, لان احنا كنا كمان بنخدم الاحياء المتطرفه في البيوت مش في كنايس, اللي هي على اطراف البلد. والقرى برضو في البيوت, كانش في كنايس تتفتح. لكن الحقيقه انا فاكر كويس قوي في مره فكرت أعمل مذابح متنقلة في القرى. وأنت علماني؟ وأنا فندي. فكان في معايا واحد برضو صديق اسمه نبيل معوض اتنيح, فبقول له يا نبيل عايزين نعمل, فجبنا أواني عايزين نعمل مذابح متنقلة, جبنا أواني. كانت دي أول مرة نتعامل بقى مع نيافة الأنبا برام المطران. من بعيد احنا بنحترب ونهابه لان احنا الخلفيه ما كانتش كويسه في البدايه بالنسبه. بس هو سيدنا احنا ما نقدرش نستغنى عن الكهنه, انا بقول اهو. فاللي حصل ايه بقى, ان احنا جبنا الاواني وبعدين طلعنا له فوق. سيدنا احنا عايزين, قال له اتفضلوا يا اولادي, ورحنا قاعدين مع انا والاخ ده. فقلت له يا سيدنا احنا عايزين نعمل مذبح متنقل في الحته الفلانيه والحته الفلانيه والحته الفلانيه, ممكن تدشل لنا الاواني دي؟ قال ايوه يا اولاد, ايوه يا اولادي, بكره انا رايح دير العزب هدشنها لكم. الله, فتح نفسنا. قلت له طيب يا سيدنا كمان في حاجه, ممكن تدينا جواب كارت لابونا في الحته الفلانيه عشان يصلي في المكان الفلاني والمكان الفلاني؟ قال وراح كاتب
إيه كويس رائع. ايه ده ايه ده اول احتكاك نمرة ثلاثة. قلت له كمان يا سيدنا الخدام دول اولادك واحنا كلنا اولادك، ممكن يا سيدنا نعمل كارت زي اي دي بطاقة كده كارنيه وكاتب وانا عندي الصيغة بتاعته الابن المبارك تحت رئاستنا واشرافنا الله وهو بيخدم الخدمة والامضى الانبا برقام بتاريخ كذا. انا كنت مجهزة الكارنيه وحطه في جيبي. قلت له يا سيدنا تحت اشرافنا ورئاستنا. قال ايوه حلو كويس قوي عشان ما حدش يدخل. يعني نيافتك عملت مصالحة تاريخية او لا؟ مش احنا 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 رايحين نقول له على المذبح بس ما حبيته شجعته. فتح شهيتنا نقول له طب ادينا كارت. قال ايوه. راح جاب كارت وكتبه. وبعدين قلنا له طيب الكارنيه ده؟ قال ايوه عشان ما حدش يدخل. فدي كان اول احتكاك مع نيافه الانبا برقام. احنا الجيل الثاني اللي حصل معاه المشكله الاولانيه وبسببها ابونا انطونيس امين راح مصر الجديده. ويمكن يكون ده للخير يا سيدنا يعني. طبعا في مصر الجديده ابونا انطونيس عمل طبعًا عظيم طبعا. لا وهو بعدين كده يعني الامور اتصلحت بعد كده وابونا انطونيس بقى يجي ويشرف احتفالات طبعا برقام في انا الملجأ. شفته بنفسي وسلمت عليه وسلمت معاه كله. فالحقيقه يعني عشان القرى كتيره والخدام قليلين كنا بنعمل حاجه اسمها الافتقاد العام في الصيف في تقريبا في يوليا نخلي المجموعه من الخدام 2-3 يروحوا قريه كبيره شويه وحواليها 3-4 قرى أو 5. كنا بنعمل حاجة زي الافتقاد العام يقعدوا يقيموا مثلا لمدة أسبوع 10 أيام كامب بقى عند حد يكون يعني يقدر يستضيفهم في المنظرة أو حاجة زي كده ويطلعوا من القرية يروحوا للقرية دي ويجوا للسنتر ويرجعوا تاني آخر النهار يعملوا اجتماعات ويرجعوا باتوا يعملوا الاجتماعات سواء مدرسة أحد أو اجتماعات عامة وبعدين يرجعوا تاني. وكنا بنجيب لهم الصلبان البلاستيك دي ونجيب لهم بكر ويعملوها وعشان الفتلة وبعدين وصور وأيقونات. وكنا أحيانا برضو عشان ما نسقلش على الناس نديهم كرتونة فيها شوية معلبات عشان ما يبقاش اللي انتوا قاعدين عندهم اللي هم قاعدين عندهم. وأنا كنت بقى أعمل إيه ألف عليهم ومعايا بقى إيه يعني احتياجات. ها خلصتوا نيافتك تلف عليهم بصفتك امين خدمه عام تديهم خلصتوا ايه عايزين ايه ها في حاجه في كده 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 كده. فاكر مره جبنا واحده ست ما كانتش متعمده وجبناها لاحد الاباء الكهنه وقال ايوه هاتوها ما كانتش متعمده وكانت حامل وعمدها ابونا نسيوا يعمدوها وهي قالت كده ما اتجوزت ازاي يعني عايز اقول اكتشافات بقى في الخدمة دي من الافتقاد العام. ايوه لان بيمسحوا بقى لان مش قرية واحدة بقى 5-6 قرى يعملوا كده. كنا طبعا امكانيات ضعيفة بسيطة يعني كان التمويل ذاتي من الخدام. ويعني لا انا عاجبني يا سيدنا ان نيافتك واخد مبدا الخروف الضال ان انت بتروح للمخدوم بينما الخدمه في المدينه مستنيين المخدوم يجي لنا واللي يجي واللي ما يجيش ما يجيش. المدينه احنا كنا بنروح برضه الاحياء المتطرفه في البيوت عشان برضه الخروف الضال في البيوت برضه يعني ما كانش سيدنا احنا بندور على خروف الضال دلوقتي ولا لا ما هو المفروض كده المفروض لا ما ترك ال 99 وراح يدور عليه مظبوط. فالحقيقه الافتقاد العام ده أنا فاكر رحت قرية ودايما أحكيها ودي أثرت فيا برضو في توجهي وأنا بقيت أسقف. دخلت بيت قرية كده عزبة ده بعد الأسقفية لا أنا أثرت فيا بعد كده وتعلمتها بس وإحنا في الافتقاد العام رحنا عزبة نيافتك إحنا سنة 60 تقريبا كده لا كانت حوالي 66 تقريبا فروحنا القرية دي فزرنا البيت أول بيت وجمعوا الناس اللي حواليهم مسيحيين ولقيتهم إنه ما يعرفوش حاجة خالص يعني نيجي نكلمهم
يعني على معجزات السيد المسيح كانوا يقولوا ألفاظ مش بتاعتنا. المهم جينا نصلي مش عارفين يصلوا، بس لفت نظري حاجة على الحيطة نتيجة كده، وعليها فيلم من الصماد بتاع الولعة، لأنه طبعا في القرى فيلم عليها طبقة كبيرة. حبيت أبص كده ومساحة كده شوية، لقيتها صورة كان عاملها أو نتيجة كان عاملها أبونا أنطونيوس أمين، وعلى ما أتذكر صورته مع صورة أبونا مكاري السورياني، أنا فاكر كده أبونا مكاري أنبا صمويل اللي هو أنبا صمويل. فعشان كده بصراحة لما أنا بقيت أسخف أنا عرفت البيت ده مسيحي بقى من هنا، مسيح أرثوذكسي. فافتكرت بقى لما رحت الإبراشية في الحاجات البداية مع بداية خطواتي في الإبراشية، بديت أعمل صور، صورة السيد المسيح الملك، صورة العذراء الملكة، صورة الصليب، صورة القيامة، صورة الميلاد. حلو قوي. نطبع الصورة دي لكل بيوت القرية البتاع ده، بيوت الإبراشية، وكأنها مدينة ID. وش لميع والظهر كده وتقيل شوية عشان يتعلق الكرة بطريقة أو بأخرى، عشان تستحمل يعملوها بالعجين وأي حاجة زي كده. وبعدين عملت صورة البابا شنودة عشان اللي يدخل يعرف ان ده قبط أرثوذكسي تبع البابا، وبعدين صورة بتاعتي أنا. طبعا عشان اللي يدخل بقى القرية يشوف يلاقي كده كده. وبعدين بديت أعمل، يعني وصلنا دلوقتي حوالي يمكن 22 صورة أو 23 صورة، كان نيافتك بتوسمهم أو كله بقى. بدنا بقى القديسين بقى، الأنبا أبراهام، ماري مينا، أبو السفين، كل بقى القديسين. المهم اللي يدخل وهم يعلقوها لكل بيت، يعلقوها في يخش البيت بقى تلاقي سواء تحت أو إذا كان عندهم منظرة في تاني دور أو المنظرة اللي بيستقبلوا فيها الضيوف. المهم إن الكاهن يوزع الصورة دي على كل بيت. حلو قوي سيدي. سواء مدينة أو قرية. الافتقاد العام ده خلانا يعني الحقيقة عرفنا حالة الناس في القرى، ولمست مش الناس. مش كل الخدام كانوا بيغطوا القرى كلها خدمة القرية. لكن سيدنا قبل ما سيب الفيوم أكيد أحب أسمع من نيافتك عن ما وصل إليك عن الأنبا أبراهام القديس بقى، لأنه مش علي قاعد في الفيوم أكيد قابلت ناس كبار. لا أنا سمعت قصة مش موجودة في الكتب، أن الأنبا أبراهام كان هو ووكيل المطرانية موجودين في مصر. فبعدين أبونا وكيل المطرانية الوكيل قال له يا سيدنا أنا رايح أجيب شوية، أنزل العتبة كده أجيب شوية حاجات. فيبدو أنه صرف الفلوس، وأنبا أبراهام ما معهوش فلوس، وراحوا يركبوا القطر. كانت زمان ما فيش حاجة اسمها يقطع وتذاكر، فقعدوا في العربية، فالكمساري بدأ يهل يظهر من أول العربية. فأبونا الوكيل قال لسيدنا سيدنا أنا معيش فلوس، يعني ياريت تطلع فلوس عشان قال له يا ابني أنا معيش. يدهم للفقر أنبا أبراهام طبعا. قال له يا ابني أنا معيش. قال له إزاي سيدنا؟ طب ده الراجل جاي. طب يلا نقوم ننزل. قال له اقعد. وبعدين شوية فوجوا ان راجل ومراته كانوا في اول العربية، ويبدو انهم لفت نظرهم ان في حد قاعد أنبا أبراهام فرحوا له. قال له يا سيدنا احنا جينا جيت لنا وصلت لنا وربنا اتمجد وتدخل بصلواتك، فاحنا كنا جايين الفيوم جايبين ندر للكنيسه هناك، كنيسه باسم ابو السفين اللي مدفون فيها الانبا أبراهام. فجايبين ندر، وكمان طالما نيافتك موجود ادي التذاكر اهي، الراجل قطعها لنا التذاكر الاثنين هم وادي النادر. فابونا عبد السيد ابونا الوكيل مش فاكر كان اسمه عبد السيد ولا ايه، قال له ها، قال له خلاص يا سيدنا فلوس والتذاكر. دي ناس بتكل على ربنا. انا كنت بشوف الاجانب في الخمسينيات قبل ما المجمع المقدس يعترف بقداسة الانبا أبراهام،
في كتاب طلع عن واحد اسمه كتب أبناء الفراعنة المحدثون صحفي إنجليزي سنة 16 راح وزار أنبا برام وكتب عليه فصل كامل من أروع ما يكون. أنا كنت بشوف الأجانب بشوف الأجانب في الخمسينيات جايين يزوروا المصر بالأوتوبيسات ودي كانت بسبب متاعب لينا إحنا عشان الأولاد ما كانوا كان يحبوا يقابلوا الأجانب وياخدوا منهم حاجة. فدي يعني أنا فاكر كويس قوي يعني الموقف ده. سيدنا هنتوقف هنا بعد إذن نيافتك. أعزائي المشاهدين ده كان أول حلقة في لقائنا مع نيافة الحبر الجليل الأنبا شيعان أسقف طه توجهينا. ساعدنا سيدنا بلقاء نيافتك. إلى الحلقة القادمة بمشيئة الله. كنت نيافتك شغال إيه سيدنا بعد ما اتخرجت؟ ما هو أنا كنت مهندس زراعي لأن ما فكرتش في الجواز خالص. لقيت أخويا أغمى عليه والتانية أغمى عليها مرضتش بقى أقعد معهم. أنت قدمتيني فأنت أكيد هتاخدي بركة أكتر مني. أنا عارف يعني إيه أم في في الفيوم ولدها ده لما بياخدوك جهادية بتصوت. ما هو قبل ما تكون أب خليك أخ وصديق. أنا ألاكش من الماضي. لا 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 سابني سابك عشان تتعلم كسر المشيئة. لما روحت الإبراشية ما لقيتش ولا مسبح باسم الست دنيانة. جنب المطرانية خدنا بعض بالحضن كأننا فدائيين وأنجزتوا مهمة قومية ونجونا من ما لا يحمد عقبة. أنا في الأصل في الأول كنت رايح بيرس بس أبونا تدرس أو برجع ولا سأل حاسبنا ملبر مولع. أنا ولعب كورة. تلعب كورة؟ ولعب كورة فوتبول ولعب بينج. وماما يعني اللي بتحبك دي استقبلت ازاي خبر انك رحت الدير بقى؟ احكي لي. قصة صعبة. علي صبري بتاع امن الدولة جايب البدلة الزيتي كده البوليس السياسي. لكن مين اللي حط فيك زرعة الخدمة والحب للسيد المسيح؟ بابا ولا ماما؟